تحتفل دول كثيرة حول العالم في الأول من شهر مايو من كل عام بعيد العمال، وفي بعض البلدان يكون عطلة رسمية كما هو الحال في مصر. ويعود عيد العمال في أصله إلى العام 1869، حيث شكل عمال صناعة الملابس بفيلادلفيا في أمريكا، ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، منظمة فرسان العمل كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل. وجاء الأول من شهر مايو من العام 1886 ليشهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية في يوم واحد في تاريخ أمريكا، حيث وصل عدد الإضرابات والتي أعلنت في هذا اليوم إلى نحو 5000 إضراب. وشارك في المظاهرات 340,000 من العمال، وكان الشعار المطلبي المشترك لأحداث هذا اليوم هو: من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات. وفي مدينة شيكاغو احتفل العمال وتظاهروا في الأول من شهر مايو لتخفيض ساعات العمل، وقد كان شعارهم 8 ساعات للعمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات للنوم. أما في أوروبا فقد تمت الدعوة في المؤتمر التحضيري لما أصبح فيما بعد الأممية الاشتراكية الثانية في العام 1889 لمظاهرات متزامنة في المدن الأوروبية. يوم الأول من شهر مايو من العام 1890، وذلك من أجل المطالبة بقانون يحدد ساعات العمل إلى 8 ساعات. وفي بلد تلو الأخرى أخذت الحكومات تحول احتفال الأول من شهر مايو من يوم احتجاج وصراع طبقي إلى يوم استيعاب وتعاون طبقي. وفي مصر أيضا كان هناك تراثا عماليا مستقلا للاحتفال بعيد العمال، بدأ في العام 1924 حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالا كبيرا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، ثم صاروا في مظاهرة ضخمة أعقبها عقد مؤتمر ألقيت فيه الخطب العمالية. لقد ظلت الحركة النقابية المصرية تحتفل بالمناسبة وتنظم المسيرات والمؤتمرات طوال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وذلك رغم الصعوبات والقمع، ولكن مع وصول الرئيس جمال عبد الناصر إلى السلطة أخذت المناسبة شكلا رسميا وتم استيعاب المناسبة. دايما كل حياتنا اعياد كمصريين، ويا رب دايما الاعياد دي تكون دافع لينا للعمل وبذل الكثير من الجهد. عيد العمال يعني بيذكرنا ده على طول يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الايد الشقيانه، هذه يد يحبها الله ورسوله. هي دي الايد اللي احنا محتاجينها في مصر الان، ايد بتبني وتعمر. حقيقي انتشر في مصر نوع من الشغلانات السهله اللي ممكن تجيب فلوس سريعه وشكلها مودرن كده وشيك، اتش ار وبي ار وغيره، لكن ده مش هيخلينا ابدا نستغنى عن تشغيل المصانع ولا عن السباك ولا عن النجار ولا عن الحداد وعن كل مهنه شريفه ممكن تقوم البلد دي ونعتمد عليها. عيد العمال جه لكن العمال عندهم مشاكل كتير، في مصانع مقفوله وفي خلافات بين اصحاب العمل وبين العمال، والاطراف مش راضيه عن بعضها، لكن الناس الحقيقه بطلوا يعملوا مظاهرات ويعني مسيرين امورهم ومشغلين المصانع اللي هم موجودين فيها احساسا منهم بان الوطن يحتاج لهم. يا ترى ايه اللي محتاجه العمال في الفتره اللي جايه، وهل في تشريعات ممكن تسندهم؟ لان في تشريعات بالفعل مقدمه لمجلس النواب علشان تتناقش فيما يتعلق بالعمال. هنشوف ده كله النهارده مع ضيفنا العزيز اللي هنحتفل معاه
هذا العيد النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب وامين عام اتحاد نقابات عمال مصر. اهلا بحضرتك وكل سنه حضرتك طيب. كل سنه وانت طيب محمد بيه وكل عمال مصر بالف خير. كل سنه وانتم طيبين. لكن انا في البروي بتاع الاغنيه اللي فاتت الفنانه الكبيره شريفه فاضل كانت بتتكلم بتقول ايه المكن الداير. انت بقى نسمع المكن ده يدور مره ثانيه، رقم ضخم من مصانعنا متوقف، بتتكلموا مع القياده السياسيه ازاي، الجزء التشريعي ازاي، طمنا في العيد. كده في البدايه بس قبل ما نشوف المكن اللي بيدور اسمحوا لي من خلال حضراتكم ان انا بوجه للشعب المصري بالتهنئه بمناسبه تحرير عيد سيناء، وايضا اخواتنا الاقباط بمناسبه عيد القيامة المجيد، وبرده عمالنا عمال مصر كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه، وان شاء الله هنيجي نحتفل بهذا المكان ونلاقي مصانع كتير والات كتير ومكان كتير هيدور بشكل كويس في المرحله الجايه ان شاء الله. لان احنا مؤمنين ان العام هذا العام هو عام العمال، زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عام الشباب احنا هنطلق عليه عام العمل هذا العام. لان هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحه حط بعض الاسس وبعض الرؤى في خطابه في عيد العمال بشكل كويس، لما اتكلم على ضروره ايجاد قلعه صناعيه ترجعنا الى صنع في مصر، لما اتكلم على التدريب، لما اتكلم على التسخين، لما اتكلم على البيئه التشريعيه المحفزه اللي عملوا بيئه مناسبه، كل ده اعتقد هيبقى مساق جيد للاداء في المرحله الجايه. وهو ما خاطبش العمال بس، اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب العمال وخاطب اصحاب الاعمال وخاطب البرلمان وخاطب كل الشعب. خاطب البرلمان في البيئه التشريعيه، لو انت عملت بيئه تشريعيه جيده محفزه للعمل هيجي لك استثمارات، هتشتغل، هتفتح مصانع، هتحل مشاكل العمل والعمال بطريقه بشكل كويس. وقال على قانونين احنا اعتقد هيخشوا قريب عندنا في لجنه القوى العامله والبرلمان، وهو قانون العمل. قانون العمل من اهم الحاجات المحفزه اللي هتحل مشاكل كتير جدا جدا. ليه؟ لان قانون العمل ده بيطبق على مين؟ على عاملين في القطاع الخاص. 70% من الاقتصاد القومي المصري القطاع الخاص. كويس. ولكن 70% ده دلوقتي و 30% بقى قطاع اعمال وحكومه والكلام ده كله. كويس. لكن النهارده مفيش شغل قوي الشباب بتاعنا بيعزف عنه. ليه؟ لان النهارده في بطاله، في بطاله وفي فرص عمل كتيره جدا وفلوس كتيره جدا في القطاع الخاص. محدش بيشتغل، محدش بيروح، واعلانات كتيره وبالاف الجنيهات. ليه؟ يقول لك يا عم لا، انا لما اروح القطاع الخاص ما عنديش ضمانات. يعني فعلا القانون الحالي اللي هو 12 لسنة 2003 ما بيدينش ضمانات. هياخد استمارة ستة يمضي عليها ومع السلامة. بالظبط. ليه؟ لأن القانون 12 لسنة 2003 ده بقاله 13 سنة. وقبل كده كان بيتعمل 13 سنة، يعني بقاله 26 سنة. المناخ اتغير والرأسمالية اتغيرت والاقتصاد العام اتغير والمناخ العام والمزاج العام اتغير، كل الدنيا اتغيرت وما زلنا نعمل في قانون عاجز. عاجز ازاي؟ لو احنا خدنا هذا القانون بالنسبة للعمال وأصحاب الأعمال. احنا كعمال أو كاتحاد عمال مؤمنين تماما لابد ان يكون هناك قانون متوازن يعطي لاصحاب العمال حقها ويدي العمال حقها. احنا مش مع طرف ضد طرف على فكره، لان الاثنين طرف واحد. لو احنا عملنا توازن ما بين العمال واصحاب الاعمال وصلت وصلنا اللي انا عايزه للشكل المثالي للشكل العمل. المثالي اللي يخليني اشتغل وانتج والكلام ده كله. البيئه التشريعيه يا فندم، البيئه التشريعيه دي مهمه قوي، لانه هذه القوانين الباليه، واسمح لي ان انا اقول عليها كده لانها بقى لها سنين طويله احنا ماشيين بيها، ولا تقدم شيء لا لصاحب العمل ولا للعامل حتى نفسه. يعني بالظبط. اتفضل يا فندم. لو جينا نقول قانون العمل اللي احنا بصدد واللي بيتكلم عنه السيد الرئيس وخاطب الرئيس البرلمان بان بسرعه اعداد قانون العمل. قانون العمل احنا بنطلق عليه دلوقتي في الوسط العمالي قانون سيء السمعه. قانون سيء السمعه لعده اسباب. الجديد القديم القديم اللي هو في 12 ل 2003 اللي احنا بنعدله دلوقتي اللي هيتم تعديله. نمره واحد، هل تتخيل ان العامل لما يجي يخش مصنع او شركه، مش كل اصحاب الاعمال بس عشان ما نظلمش حد، كويس، يعني جزء منهم يديله استماره سته واستماره يشتغل بيها، يشتغل بيها. لو ما عجبوش يقول له مع السلامه، انت مقدم استماره سته ومقدم استقال. ادي واحد. اثنين، لو العامل ده تصل فصل تعسف، والحمد لله الدستور قال لا فصل تعسف للعامل الا بالقانون. لو اتفصل العامل ده وراح المحكمه يقعدوا ثلاث اربع سنين، المحكمه حكمت له، رجع لصاحب العمل يقول له اسف مش هرجعك، روح ارفع قضيه تعويض قدام ثلاث اربع سنين ثاني، يبقى ضاع الراجل، ضاع شبابه. ادي اثنين. الثلاثه، التامينات الاجتماعيه، بعض برضه رجال الاعمال عشان ما نظلمش كل رجال الاعمال، بدل ما انت تشتغل مثلا ب 2000 جنيه 3000 جنيه بينا عليك 600 جنيه، لما تيجي تطلع المعاش بيطلع لك 50 قرش. صحيح. معاش. وما الى ذلك حاجات كتير. احنا في القانون في لجنه مشكله من وزاره القوى العامله
بتتكلم عن إعادة النظر في قانون العمل من رجال الأعمال واتحاد العمال والحكومة اللي هم أطراف العمل الثلاثة. دول قعدوا على ترابيزة واحدة. قعدنا على ترابيزة واتفقنا فيه واتناقشنا. لأن كان في برضو طلبات لأصحاب العمل إنهم يربطوا الأجر بالإنتاج. الأجر بالإنتاج وكده بنتناقش فيه. وأنا شايف إن الناس اللي معانا من اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية سواء كان المهندس حسن سمير علام أو محمد بيه الفيومي عطية الفيومي أو رجال الأعمال بالذات قاعدين معانا رجال وطنيين شرفاء مصلحه مصر فوق اي يعني خلينا نتكلم بصراحه واحنا كانت عبد العال ماشيين بنفس الاتجاه لان هم بقوا رجال اعمال في هذا الوطن بالظبط وابترع الحكومه هذا الحوار المكتمل. لو انتهينا الى قانون عمل جيد يحفظ حقوق العمل ويعطي صاحب العمل حقه والعامل يده يشتغل ونشوف محفزاته وربط الانتاج والى ما ذلك سوف تجد بيئه تشريعيه جميله نستطيع نصل بيها الى برضه امام المرحله الجايه. فندم برضه احنا عايزين نشوف موضوع النقابات العماليه الكتير قوي اللي نشات بعد الثوره وهوجت هذه النقابات المتعدده اللي ممكن المجتمع الخارجي يرى ان هي ميزه لكن احنا في مصر قد نرى انها نقمه لانها بتضيع حقوق العمال ولان الناس كتيره جدا بتتخذها وسيله للثراء او الواجهه الاجتماعيه فكل واحد يعمل له نقابه ويقول انا نقيب. هتتصرفوا ازاي مع موضوع النقابات العماليه الكتير قوي دي اللي نشات بعد الثوره؟ خلينا نتفق ان العمل النقابي مهم جدا وان العمل النقابي من احد البيئه التشريعيه المستقره التي تحافظ على استقرار العمل والعمال في مصر. انا ضد الانقسام وضد الشرذمه بين الحركه النقابيه بين هذا وذاك. ولذلك احنا عملنا قانون انتهينا منه من خلال الحوار الثلاثي اصحاب الاعمال والعمال ووزاره القوى العامله وارسل الى مجلس الوزراء بيضع الرؤيه النهائيه لكيفيه التصرف في العمل النقابي ككل لم يفرق ما بين ده بل نقابة مستقلة أو الوضع الحالي. كويس. حطينا قانون جديد واتفقنا عليه وهيطرح على البرلمان من خلال لجنة القوى العاملة هنعمل حوار مجتمع لكل الدنيا بحيث إن احنا لابد أن نتوحد. نحن لسنا ضد الحريات النقابية بل بالعكس نحن نؤمن بالحريات النقابية. نحن نؤمن باتفاقيات 98 و97 اتفاقيات الدولة اللي احنا مصدقين عليها مع منظمة العمل الدولية وما إلى ذلك ولكن لنا تحفظ واحد. لأنه لا يجد أن يكون في المنشأة أكثر من لجنة نقابية زي ما حضرتك بتقولي أن وجود أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة بتعارض هتبوظ الدنيا وتنتهي. لكن أنا بقول من خلال برنامجكم من خلال أنتم كشباب بيطروا أن العمل في المرحلة الجاية له دور أنا بدعو كل النقابات أو كل المعنيين بالعمل النقابي أو كل الهادفين لخدمة العمل والعمال مصر أن نتوحد جميعا تحت راية واحدة من أجل مصر. وده هيتم إزاي؟ قانون النقابات هينتهي هتحصل في انتخابات عماليه كلنا هنخش انتخابات ومن يختاره العمال فعليه ان يقود العمل النقابي في المرحله القادمه في اطار واحد بعيد عن الشرذمه ومن هنا مين وهم يقدروا يوصلوا طلباتهم من هنا ننتهي طيب. من هذا الانقسام الوارد من الخارج. طيب حضرتك ذكرت قلت انه انتم على مسافه واحده ما بين صاحب الاعمال وما بين العامل نفسه عشان حتى يعني تحدث تنمية حقيقية. أنا عايز أتكلم هنا محمد بيه واسمح لي أنه العمال لما حق عامل أو بيتم فصله تعسفي وهو أصلا ماضي يعني للأسف الشديد على استمارة 6 وهي إنهاء الخدمة بتاعته إذا اتجه إلى اتحاد عمال مصر إيه الأليات اللي بتقفوا جنبه فيها بتقدموا له إيه الكلام ده كله؟ إحنا على فكرة دور اتحاد عمال مصر مهم جدا وقبل ما بتحصل الفصل بنروح لصاحب العمل وبنقعد وفي مفاوضه بيننا وبين صاحب العمل وفي حالات كتير جدا بنسند صاحب العمل منها وبنتفق معاه. يعني الحاجات الشاذه قوي اللي بيراها صاحب العمل ان هو لابد ان يفصل العامل بيعملها. لكن عايز اطمنك ان الدستور الجديد 2014 حرم بل جرم الفصل التعسفي لاي عامل في مصر الا من خلال قوانين ولا قصه كبيره. القانون اللي احنا بنعمله الجديد ده هيستهدف هذا ان لا فصل تعسفي ان لابد ان يكون هناك رؤيه وايضاح مشدد وقواعد عندما تريد ان تفصل عامل او تجازي عامل او وده على فكره مفيش امضاء على الاستماره لا خلاص خلاص وليه تامينات وليه معاشات ويشارك في الارباح وكل حاجه ويشارك في الارباح كل حاجه خلاص. الفكره بقى يعني اصحاب العمل نفسهم ممكن يلاقوا ان ده بالنسبه لهم مش مكسب فيعني ايه اللي هنعوضهم بيه عشان يعني يقدروا على فكره انا بطمن حضرتك زي ما قلت اصحاب الاعمال كثيرين جدا متفقين معنا في الرؤية. احنا للاسف شديد هنضطر نختم مع حضرتك محمد بيه نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب وهنخرج لرفع اذان الظهر وحسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره نعود لحضراتكم في مصر جميله. ورونا الهنا